كشف سعادة السيد نبراس محمد طالب الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات في وزارة الصناعة والتجارة أن الوزارة تعمل حاليا وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على الانتقال إلى الواجهة الجديدة لنظام السجلات في الربع الثالث من 2023. نعم، وذلك بهدف تسهيل وزيادة سرعة الوصول والتقديم للخدمات وسهولة التعرف على الإجراءات والاشتراطات ومتابعة المعاملات وإدارة السجلات التجارية.